مشاهدي قناة النصر، مشاهدي برنامج محطات، برنامجنا اليوم محطة من محطات الدولة التشادية. محطتنا حول زيارة الفريق ركن محمد إدريس دبي للقمة الأمريكية، تقدر تقول القمة الشراكة الأمريكية الأفريقية في واشنطن. الزيارة دي قبل ما تبدأ الزيارة، كثير من المحللين والمراقبين بيفتكروا أنه عنده شبهات ربطوها بأحداث 2021 من أكتوبر الماضي، واعتبروها أنه فترة انتقالية وكده. وبالفعل الزيارة دي بقت ونجحت نسبة كبير نجاح. تقدر تقول الدبلوماسية التشادية لعب دور كبير، وشخصية الرئيس الفريق محمد إدريس دبي ونواياه، والفريق الوفد الكبير شمل كل الفنيين في تخصصاتهم، وصل إلى واشنطن وشارك القمة يوم 15. كمراقبين وإعلاميين نقدر نقول القمة ناجح. القمة الشراكة الأمريكية الأفريقية كانت في عهد الرئيس باراك أوباما، لكن في فترة بتاعت ترامب بقت جمود، والآن في فترة بايدن تم تفعيل القمة، لأنه بايدن كان في الكابينت بتاع حكومة باراك أوباما وفي النهاية كنيابة، عارف أنه الشراكة الأفريقية لابد منه. بالإضافة لداء الغزو الاقتصادي الصيني على أفريقيا، ودخول المفاجئ لروسيا في منطقة وسط غرب أفريقيا، وبقت وجود الفاغنر في بعض الدول الأفريقية شغل الشاغل، دي خلت أنه أمريكا وبالحرب الروسية الأوكرانية الأمريكان يتجهوا، وتحديدا حكومة بايدن يتجه على الأفارقة بمنظومة الشراكة. وبالفعل القمة دي بقت بحضور 29 ممثل حكومة ورئيس دولة، بغياب 4 مثلا تقول وخمسة، دي اللي صنفتهم الدولة الأمريكية بدول تقدر تقول جو بقوة السلاح أو انقلابات. بوركينا فاسو، غيني، عندك برغاتو مالي، عندك السودان. وصول الفريق محمد إدريس دبي ووجوده في أرض الأمريكية بقت شغل الشاغل لنجاح الدبلوماسية التشادية. وبهذه المناسبة نقدر نقول مهندس الدبلوماسية رقم واحد اللي هو محمد صالح النظيف لعب دور كبير علاقات الدبلوماسية، ولا ننسى دور أبو بكر المناني وزير الدولة برضو لعب كل العلاقات اللي عنده هو شخصيا قدره، بالإضافة للوفد الوزاري المكون من شتى الوزارات. نجاح هذه الزيارة تقدر تقول نجاحه بالآتي: الدعم الأمريكي الـ 55 مليون دولار البلقاو الأفريقي، المجموعة الأفريقية في مجال الصحة والتعليم والمياه إلى الآخر، الأولويات بتاعتهم البوليجي ما بتقدر تعمل حاجة، لكن على الأقل تحل أولويات من بعض الدول. بالإضافة لدى مقابلة شخصية بايدن للرئيس الفريق محمد إدريس دبي، ونحن كمحللين ومراقبين نراقب
شوف الصورة دي، يعني يده خطوه في كتفه برا، انه دي ما بلقاه الصورة دي بالذات، اليد الحتة اليد الخطيه ده الا لزول انت عزيز عليك، وده بايدن واستقباله لمحمد ادريس ديبي وسلامه. كان البنك الدولي النقد الدولي عنده اسهامات في زيارة الرئيس، وده الوزير المالية التشادي بيقول انه البنك شكرتهم بدور اللعبوه ورتب بكل الحاجات الطلبات اللي هم ودوهم. ده كلمة الوزير طاهر بيقول انه نحن لقينا ترحاب. ودي صورة بتاعت مديرة البنك النقد الدولي مع الفريق محمد ادريس دبي. زيارة محمد ادريس دبي ل واشنطن الأولى منهم منذ تقلد مقاليد الأمور الفترة الانتقالية، ودعا الجماهير الشعب التشادي واستقباله في مقر إقامته. دعا الشعب التشادي حوله شايلين صوره شايلين أعلامه. بالإضافة لده الدور اللي لعبه الاتحاد الأوروبي برضو كان لفرنسا دور كبير تأثير كبير، وكلنا نعلم أن زيارة ماكرون قبل زيارة قبل القمة بأيام كمحللين أنه تمهيدية، أنه وجود الفريق محمد إدريس دبي على السلطة ده خيار الوحيد عندهم دي بكل التفاصيل، وناس قليل يراقبوا البيتات البتاع دي خلى أن دور تشاد يعني محفله في داخل المنظومة الأفريقية موجودة، وكونه بده مكانة أو مقعد للمجموعة الأفريقية كان انتصار كبير للعفارقة. بالإضافة للمنحة اللي جوه 55 مليون دولار، مليار دولار دي برضو تقدر تقول خاشي في نفس البتاع. تشات بعد أحداث بتقدر تقول كل المنظمات والبيوتات تقدر تقول خاشي في الإطار دي، بقيموا الوضع لأن تشات عمل مؤتمر الوطني الشامل اللي هو الديالوج، وجو فوقه قرابة 2000 شخص، والمراقبين بيراقبوا دور اللعب قطر في دوحة، لأنه كل التنظيمات السياسية العسكرية اللي كان في الساحة التشادية حضروا في المؤتمر. على سبيل المثال اللي كانوا عاملين بتاعه في فترة المارشال شخصيات لا يستحام بيهم، عندك محمد نوري، عندك تيمان، كل الشخصيات العسكرية الناس بيقدروا بعرفوهم لأنهم وزن عسكري ما عدا فصيلتين فقط، الباقيين كلهم جوا على الأرض الوطن. بالإضافة للمعارضين السياسيين ناقشوا زحا من يعني فترة كبيرة 45 يوم، طلعوا بالنتيجة، والمجتمع الدولي بيراقب، والناس طلعوا بحاجة لسنة يوصلوا للانتخابات وبالفعل للخطوة. لكن العقبة كان في النص الحكامة، نسموها الحكامة لموسى فكي اللي هو مفوض وهو تشادي في نفس الوقت، لكن كان عنده وجه نظر خاص بخصه هو اتجاه تشاد. أصر على سنة تشاد يقولوا حصار بكل المقاييس خليه بدا، يعني كان في كثير من المناسبات ما حد يرفعه بس عشان وجود مقعد تشاد. لكن من البديهي أمس لأنه ما في مفر، ما أصو أمريكا هو راعي العالم، ما دام بقى شراكة أمريكية أفريقية حسابات هنا خلطت، وده موسى فكي مع الفريق محمد إدريس دبي. كثير من الناس بيفتكروا أنه شغلانية ما كده، ما بقعد مع الناس وكده، ده موسى فكي. الوقفة والبتاع بتاع الرئيس محمد إدريس دبي بوصف أنه جامد. عزيزي المشاهد، زيارة فخامة الفريق محمد إدريس دبي لواشنطن زيارة ناجحة بالداخل والخارج، دي خلال لأنه كان في الوقت ذاك الدنيا كلها مشغول بمباراة قطر.
المونديال، لكن المجتمع التشادي والمراقبين بيراقبوا ماذا يدور. كونه يشارك من تقول الفترات الانتقاليه الوحيد في هذه القمه، ان احنا كاعلاميين نشوفوا الابن المضلل. دور فرنسا ودور امريكا الشعب التشادي ما بنساه، لانه ادوار مشرفه في الوقت الحالي، في حين ان السياسات متقلبه، لكن في الوقت الحالي لانه الغزو الروسي للمنطقه دي هم من اجلهم يعني جات رغم لا يستحان في محاربه الظواهر البوكو حرام الموجوده في منطقه الساحل ووسط افريقيا غرب افريقيا، لانه اخر ضحايا كان جنود تشاديين، وده اختتم القمه وبمشاركه كل الحشود الاسد تشوفهم ديل الصور ديل، والقمه دي الاول من نوع، وان شاء الله سيعود الى الوطن غانم وسالم، وللجهات ساهمت عند دور لاطفاء نار الفتنه في جان. مشاهدي الكرام، بدي نختتم حلقاتنا اليوم محطه من محطاتنا، وان شاء الله في الحلقات القادمه نتناول حلقه من الحلقات الجايه ان شاء الله بمشيئه الله.